طب اقعد اسقف لك طيب للصبح ولا اعمل لك ايه؟ بصراحه عجبني جدا 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 منزل الكباير بصراحه ربنا، يعني الشهاده لله، لان احنا قعدنا نتكلم هنا في هذه القناه كذا مره على حراسه المرمى في المنتخب التونسي، فلقيت ان منزل الكباير محضر لي مفاجاه، وهو انه جايب 3 حراس جداد وحاطط معاهم فاروق المصطفى. جايب 3 حراس، البشير بن سعد وفاروق المصطفى وايمن دحمان، اللي ناس كتير قوي قالت له ان هو حارس مميز، حارس صفاقسي، وعلي الجمل حارس المانشسترلي. اعتقد ان دي افضل حاجه عملها منزل كبير. اه والله بجد دي افضل حاجه حرفيا عملها منزل كبير بالنسبه لنا في قائمه المنتخب التونسي. مركز حراسه المرمى في المنتخب التونسي كان محتاج انك تبعد على فكره المعز حسن وفكره فاروق المصطفى دي تاني، انت لازم كنت تقضي على الفكره دي تماما. والحمد لله رب العالمين منزل كبير سمع الكلام وبدا ان هو يضم حراس من قالوا جديد. بس منزل كبير قال لك احنا مش هنعمل القائمه كلها كامله زي منتخبات اعلنت القائمه كامله زي مصر والجزائر والمغرب، احنا بقى هنجزأ، هنعلن 18 دلوقتي و18 بعدين لما اللعيبه المحترفه يخلصوا مع انديتهم كده ويفضوا لنا هنجيبهم معانا واحنا مسافرين. اللي هو ديفرنت برضه، مختلف برضه، عندك رؤيه اللي هو تعمل معسكر اسبوع كده لل 18 لاعب دول تشوف هتطير مين في حراس المرمى، لان انت جايب 4 حراس، اتوقع انك هتطير منهم واحد، وبصراحه اتمنى انه يكون فاروق المصطفى، لان فاروق المصطفى كانت تجارب سيئه معاك في كاس العرب، فاتمنى انك تطيره. في خط الدفاع، في خط الدفاع معاه محمد رجر اللي اعتقد يكون واحد من الاساسيين في المنتخب، وجدي كشريده، حمزه المسلوسي، ما اتمناش ان حمزه المسلوسي يكون ليه اي ادوار مع المنتخب التونسي بصراحه بعد المستوى اللي انا بتفرج عليه مع جه الزمالك، لا اتمنى حمزه المسلوسي يكون ليه اي ادوار مع المنتخب التونسي بصراحه. يعني وجدي بلال العيفه، بلال العيفه عمل كاس عرب مميزه جدا، هو منتصر الطلبي، علي معلول، علي العبدي، محمد امين بن حميده واحد من افضل مجاسب المنتخب التونسي في كاس العرب الاخيره، عيسى بلال العيدوني، عيسى العيدوني، ومحمد علي بن رمضان، وغيلان الشعلاني، وحمزه رفيعه، وعصام الاشبالي، وسيف الدين الجزيري. كلام كتير على استبعاد فرجاني اساسي، فرجاني ما كانش بيقدم مستوى مميز في البطوله العربيه، فكويس جدا 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 انك كان عندك رؤيه فنيه وشفت ان فرجاني لا يصلح انك تاخده معاك كاس الامم الافريقيه. بصراحه ربنا عجبني جدا 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 منزل الكبار المره الاولى في موضوع القائمه بتاعه المنتخب التونسي ده. سيبك من موضوع الافتكاسه بتاع 18 لاعب وبعد كده نجيب ال 10 الجايين بعدين المحترفين، لان انا بصراحه مقلق منك من فكره حنبعل. اوعى بعد كل اللي الواد عمله في كاس العرب ده تفكر تروح تستبعده، مش طالبه جنانه هي، واعقل والنبي زي ما عقلت في مركز حراسه المرمى اعقل مع اللعيبه المحترفين. وفي الاول وفي الاخر نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي، نتمنى كل التوفيق رغم الكلام اللي بيتقال كتير بحته خليك فينا، بس ما احنا على يوتيوب فلازم ان احنا نغطي المنتخبات العربيه زي ما غطينا في كاس العرب. اسفقنا وابينا انا هعمل كده، انا واحد فاضي بقى معلش والتليفون تقريبا اتكسر، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك لحد ما اشوف التليفون اتكسر ولا لا، ولو الفيديو ما عجبكش فبراحتك يا برو، هذه رايك وهو ده رايك، بس انا بصراحه يعني فرحان بفكره الحراس الجداد للمنتخب.